خليني هنا اخد معانا على التليفون معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا استاذ يوسف. ازاي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. نسعد دايما بسماع صوتك وبمقابلتك اكتر واكتر. ده من ذوقك يا استاذ. الله يخليك. معالي السفير، معالي السفير، في اطار مؤتمر بغداد في دورته الثانيه وفي اطار كلمه مصر على لسان رئيس الجمهوريه انه احنا نعمل في خلال من خلال هذا التعاون الثلاثي لوضع اسس لإطار من أطر العمل العربي المشترك، مستقبل العمل العربي المشترك هيبقى إيه؟ يمكن ده السؤال الأكثر عمومية، ومستقبل مؤتمر بغداد وتفعيل مقررات الدورة الأولى منه هتبقى إيه؟ يعني أستاذ يوسف، إحنا سعداء بأن انتظام انعقاد قمة بغداد للتعاون والشراكة. القمة التي عقدت في عمان اليوم هي النسخة الثانية لهذه القمة التي تعود إلى مبادرة قومية مقدرة من رئيس الحكومة العراقية السابق السيد مصطفى القازمي. هذه القمة أو هذه المبادرة بتهدف بداية إلى ترسيخ الانتماء القومي العربي للعراق. الهدف الآخر هو محاولة صادقة، جهد صادق لبلورة وصياغة تعاون بين الدول العربية من جانب والقوى الإقليمية من جانب آخر. وعندما أقول قوى إقليمية أشير تحديدا إلى إيران وتركيا. أعتقد أنه هذه الاجتماعات ستتكرر. الاجتماع الأول شارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشارك أيضا اليوم في هذه القمة. وبالمناسبة كانت هناك قمة مصرية فرنسية على جانب على هامش قمة بغداد الثانية. عظيم. العمل العربي المشترك والقومية العربية بانت في مونديال قطر 2022 على مستوى الشعوب العربية. صحيح. تفجرت مجددا المشاعر القومية العربية الدفينة لدى الشعوب العربية، وتمثل ذلك ليس فقط في تأييد والوقوف ومساندة فريق المغرب الشقيق، وإنما دائما أبدا رفع علم فلسطين. فالمشاعر القومية ما زالت موجودة لدى الشعوب العربية، لكن كما ورد في كلمة السيد الرئيس اليوم، التدخلات الأجنبية في الشأن العربي هي أحد الأسباب الرئيسية لإعطاء الانطباع إن المشاعر القومية قد تلاشت لدى الشعوب العربية. القمة هتستمر، قمة بغداد هتستمر. لماذا؟ لأنه أعتقد إن في إدراك الآن ليس فقط لدى دول الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، وإنما لدى القوى الإقليمية، إن هو لا مندوح عن التعاون من أجل الأمن والاستقرار والرفاهية. هذه المنطقة من العالم، إذا نظرنا إلى خريطة العالم أستاذ يوسف، هنجد عدا طبعا الحرب الدائرة في أوكرانيا، هنجد أن هذه هي المنطقة الوحيدة في العالم على مدى العقد الماضي شهدت إرهاب، وشهدت حضرتك عمليات تدخلات، يعني تزويد جماعات بالسلاح لقلب أنظمة حكم، يعني تدخل حضرتك في الشأن العربي غير مسبوق. وهذا هو اللي دعا السيد الرئيس اليوم لأحد العناصر الحاكمة في كلمة السيد الرئيس اليوم، هو دعم الدولة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار ودعم العراق
ودعم جهود العراق في إعادة بناء الدولة وإعادة بناء المجتمع وإعادة بناء الاقتصاد العراقي بعيد عن التدخل في شؤونه. كذلك حضرتك طبعا توقفت كثيرا وحضرتك محق في هذا عن عند آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق. وكما تعلم حضرتك هي مبادرة مصرية خالصة. صحيح. طرحتها مصر في مارس من عام 2020 ودشنت واستمرت وعقدت عدة اجتماعات على مستوى القمة. واليوم كانت هناك قمة بين جامعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جلالة الملك عبد الله عاهل الأردن ومع رئيس وزراء العراق الجديد. والسيد الرئيس شدد في كلمته على أهمية تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها. لكن هناك أيضا عنصر آخر لا يقل أهمية عما تقدم في كلمة السيد الرئيس، التمسك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومنها حسن الجوار، وده أحد الأهداف الأساسية لهذه المبادرة، مبادرة قمة بغداد للتعاون والشراكة. ولاحظ حضرتك العنوان التعاون والشراكة، يعني ليس الاحتراب والانقسام والتشرذ. ثم ودي نقطة السيد الرئيس أشار إليها، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية الدول مع احترام سيادة الدول. إذا أمعنا النظر في هذه المبادئ هنجد أن غياب الالتزام بهذه المبادئ وعدم احترام هذه المبادئ على أرض الواقع هي أحد الأسباب الرئيسية، ولعل البعض يقول أنه السبب الرئيسي لما يعاني منه العالم العربي منذ عام 2011 وحتى اليوم في ليبيا، في اليمن، في العراق، في لبنان، في فلسطين، في سوريا. هذه العناصر التي أشار إليها السيد الرئيس هي في واقع الأمر أستاذ يوسف هي إذا تم الالتزام بها أعتقد أنه هنكون قطعنا شوطا لا بأس به على طريق تسوية التحديات والتغلب على التهديدات اللي بتواجه الأمن والاستقرار في المنطقة. صحيح صحيح. هذه القمة أو نقول هذه المبادرة العراقية حازت على تأييد ومساندة دولية وخصوصا من الجانب الأوروبي. فرأينا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شارك في القمة الأولى في بغداد في أغسطس من عام 2021، ثم شارك في هذه القمة إلى جانب ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. فده إن دل على شيء يدل على قناعة وإدراك لدى دول الاتحاد الأوروبي ولدى دولة قوة رئيسية أوروبية كفرنسا إن الأمن في هذه المنطقة له علاقة وثيقة بالأمن والاستقرار في حوض المتوسط وفي الجزء الجنوبي أو في الضفة الشمالية، الضفة الجنوبية للدول الأوروبية. فبالتالي هذه المبادرة أستاذ يوسف مبادرة لها أهميتها سواء بنتكلم حضرتك على الصعيد الاستراتيجي أو بنتكلم على الصعيد السياسي أو مستقبلا على الصعيد الاقتصادي بالنسبة للتعاون بين مصر والأردن والعراق. وإن شاء الله وهذه مبادرة العضوية فيها مفتوحة. ولماذا أشير إلى هذا أستاذ يوسف؟ أيوة. لأننا نتمنى
في القريب العاجل إن شاء الله أن تكون سوريا يا ريت الشقيقة تكون جزءا من آلية التعاون. وعندما تصبح سوريا جزءا من آلية التعاون لا شك إن لبنان سيكون أيضا أو سيحرص أيضا أن يكون عضوا في آلية التعاون. ثم أخيرا وليس بآخر تكون فلسطين المستقلة، فلسطين الدولة ذات السيادة، تكون أيضا جزءا من التعاون في هذا الجزء الهام من العالم العربي اللي هو بيمثل في واقع الأمر قلب العروبة وهو صمام الأمن القومي العربي. وبالتالي أنا شخصيا أرى أن اشتراك مصر في هذه المبادرة بيعكس أولا اعتزاز مصر بانتمائها القومي العربي، إدراك مصر لأهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية الدول الشرق أوسطية من أجل أمنها واستقرارها ورخائها الاقتصادي في المستقبل، وإدراكها أيضا أن لمواجهة التحديات التي نراها على أرض الواقع لا مناص من التعاون بين الدول العربية. التهديدات والتحديات صحيح. التي تواجهنا كعرب لا دولة عربية بمفردها تستطيع أن تتعامل معها أو تتصدى لها. والرهان على الخارج دائما كان رهانا خاسرا يعني سيد السفير. خليني الأول أشكر حضرتك جدا وأتمنى أتمنى أتمنى أنك تنورنا داخل الاستوديو قريب كده أول ما وقت سيادتك يسمح. كل الشكر لمعالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كاد أن يقول شعرا في التعاون العربي العربي والقومية العربية، وده بالمناسبة جزء من تكوين معالي السفير حسين هريدي، يمكن عشان كده أنا أحبه قوي زيادة عن اللزوم يعني.